السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. 8 سنوات من حرب اليمن قتلت الشعب اليمني وأحرقت الجغرافيا وفخخت الأمن القومي الخليجي وأربكت العلاقات الخليجية، كما أنها أيضا تحولت إلى مشكلة في المجتمع الدولي. ترى ماذا صنعت الحرب بالجوار اللصيق باليمن في سلطنة عمان؟ وكيف فهمت عمان مشكلة اليمنيين وكيف تتعامل معها؟ الدور العماني بالتفصيل وبالتحليل والتعمق. يشرفني أن أناقش الموضوع مع الأستاذ علوي المشهور، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ علوي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي وأستاذ العزيز، وممتن لكم على هذه الاستضافة الكريمة، حياكم الله. نتشرف بك كل الشرف أستاذ علوي المشهور. سيدي العزيز، هل من إطلالة منك وإضاءة تعطيها قدرها من التعمق الذي يليق، كيف نفهم قراءة عمان لحرب اليمن بعد 8 سنوات؟ أهلا، حياكم الله. عمان بالنسبة لها حرب اليمن حرب لم تكن تتمنى حصولها في الموقع الأول كبداية، وكانت منذ البداية تميل إلى الحلول السلمية، تميل إلى تدارك الأزمة، محاولة منع حصولها. يعني اليوم في الدراسات الأمنية والسياسية الكل يتحدث عن مسألة منع الصراعات من الوقوع في المقام الأول، وهذا ما لا نفكر فيه في العالم العربي للأسف. منطقة التدخلات في العالم العربي غير أنه قائم على المصالح والتوسع، أيضا هو قائم على مسألة أحيانا في أفضل الاحتمالات كطفاية حريق، ولكن لا تقوم بمنع وقوعها منذ البداية. أعتقد أن عمان كانت تسعى دائما، ومن مصلحتها أن يستقر اليمن، كانت تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن. مثلا منذ 1990 بعد الوحدة اليمنية مباشرة عمان وقعت اتفاقيات ترسيم الحدود بكل تعاون مع الطرف الآخر في اليمن، وبدون حتى أي نزاع وبدون أي مفاوضات مطولة، كانت المسألة سلسة جدا. حتى بالنسبة لليمن الجنوبي سابقا أيام الشيوعية كانت تدعم أطراف معينة كثوار في ظفار في جنوب عمان، ومع هذا الحكومة العمانية أعادت العلاقات مع الطرفين في شمال اليمن وجنوبه، ولم تنظر لأي صراعات سابقة، واعتبرت أن بالإمكان دائما فتح صفحات جديدة، وهذا هو المنطق العماني في الواقع، بناء على ما فات وفتح فتح قنوات التواصل مع مختلف الأطراف. أستاذ علوي المشهور، أستطيع أن أفهم يعني استيعاب عمان وحرصها على الأمن القومي لشعب عمان ودولة عمان، وأستطيع أن أفهم أن عمان يعني تعاملت بحكمة ومسؤولية في حرب اليمن، لكن هل يمكن من خلالك أن أفهم رؤية عمان لجماعة الحوثي في صنعاء التي لم تقبل وساطة عمان، لم تقبل وفود عمان؟ فهل أن الدور العماني الآن هو نفسه الدور السابق، أم ثمت رؤية تشكلت لدى السلطنة حيال المشهد اليمني من الداخل؟ أعتقد في مسألة الحوثي الأمر سيعتمد على موقف الخارجية العمانية، ولكن بشكل عام عمان تتبنى سياسة واقعية في التعامل مع المعطيات على أرض الواقع في اليمن. هنالك قوى فاعلة، سواء اتفقت معهم أو لم تتفق معهم، السياسة ليست فن ما تحب وما تريد، هي فن الواقع، هي فن الممكن، هي فن التعامل مع الظروف والحتميات التي نعيشها. لا يمكنك اختيار احيانا من يكون جارك، لا يمكنك اختيار من يكون الحاكم هنا او هناك، او من يكون المسيطر، اي تيار، اي حركه، اي حزب، ولكن كل ما يمكنك فعله هو التعامل مع هذه المعطيات. الحكومه في عمان تعترف بالحكومه الشرعيه، وهي كذلك على تواصل مع مختلف الاطراف، ومن مصلحتها وهي كذلك الان هنالك اطراف تسيطر على واقع معين في الشمال واخرى في الجنوب، وهنالك مناطق متنازع عليها. لا يمكنها ان تقفز فوق الواقع وتتعامل مع امر غير موجود مثلا. لذلك هي تتعامل مع الحوثي كامر واقع، هي لا تقف في صفه بالضروره، وايضا ليست في حرب ضده كذلك، وتدعو مختلف الاطراف للدخول في حوار. لم يكن اختيار عمان أن يصل الحوثي للسلطة، ولم تسعى لذلك، ولم تتدخل في
لا مع هذا الطرف ولا ذاك. نعم أستاذ علوي، أستاذ علوي سؤالي لك يا سيدي ليس عن تبرير موقف عمان، فنحن في اليمن نتشرف بموقف عمان. سؤالي يا سيدي يعني استمرار الحرب وأسبابها وفشل الحلول السياسية، هل أثر هذا على موقف عمان من البحث عن مخرج في المشكلة اليمنية؟ لم أسمع سؤال جيدا. سؤالي يا سيدي، نحن أمام تعثر للحلول، أمام فشل للمساعي، هل يمكن أن يؤثر هذا على دور عمان في مقاربة وخلق حل للمشكلة اليمنية؟ أعتقد فشل المساعي له أسباب كثيرة. أحد الأسباب الرئيسية أنه لا يوجد طرف فاعل وقوي. مثلا اليوم عندما نتحدث على سبيل المثال عن الشرعية، الشرعية مفككة وغير قادرة على التحرك ككتلة واحدة، شرعية منقسمة من الداخل أساسا. وعلى الأمر الواقع هنالك قوى تحكم على الأرض غير تلك التي يعترف بها المجتمع الدولي إلى حد كبير، وهذه أزمة حقيقية. من الذي يفاوض؟ تفاوض باسم من؟ من الذي تمتلكه على الأرض؟ هذه نقطة أخرى. أيضا القوى التي تدعم مختلف الأطراف اليمن هي ليست على وثاق، وليست على وفاق. يعني حتى السعودية والإمارات تصورهم للحل في اليمن مختلف، ليس بالضرورة أن يكون تصورا واحدا، وهذا أمر معلوم ولا داعي للدخول في تفاصيله. من جهة أخرى الكل اليوم فقط يبحث عن حلول قصيرة المدى للأسف الشديد، إما يعني وهي قد تكون ضرورية ولكنها قصيرة المدى، إما الحديث عن هدنة مؤقتة أو تجديد الهدنة أو محاولة إطالة مدتها أو مناطق محددة، ولكن لا أحد يتحدث عن حل متكامل ولا أحد مستعد لدفع تكلفته. يعني دول الخليج التي بعضها دخل في هذه الحرب وكان طرف فيها اليوم هي غير مستعدة لمسألة إعادة البناء. وأيضا حتى لو افترضنا أنها مستعدة لأن تدفع، تدفع لمن؟ هل تدفع للقوى الإنفصالية في الجنوب؟ هل تدفع للحوثي في الشمال؟ لمن تدفع؟ وما هي المناطق التي لا زالت تسيطر عليها مثلا الشرعية؟ الأزمة جدا معقدة. وهل مختلف أطراف النزاع وصلت لمرحلة أنها مستعدة لأن تتعامل مع بعضها البعض كشركاء في الوطن رغم كل الاختلافات؟ إذا نأتي لنرى مثلا بعض الدول التي مرت في سيناريوهات مشابهة، البوسنة والهرسك، أنت لا تتحدث فقط عن اختلافات مذهبية أو توجهات سياسية، بل اختلافات عرقية ودينية هائلة بين من هم بوسنيين ومن هم صرب ومن هم كرواتيين. ومع هذا عندما شعروا أنهم لن يخرجوا بنتيجة من الحرب اتجهوا إلى حكومة وإلى حلول قد تكون حتى غير متخيلة، إلى بلد بأكثر من رئيس وإلى مجلس رئاسي إلى ولكن كل لكن الحل مثلا في حالة البوسنة والهرسك والذي حافظ على وحدة هذا البلد اليوم بعد ما مر بحرب دامية في التسعينات، الذي حافظ على استقرار هذا البلد هو ضمانات التي قدمها الاتحاد الأوروبي والتي قدمتها القوى الأوروبية التي تضررت من حرب البوسنة والهرسك. لأن فرضا وهذا أيضا نقيسه على دول الخليج، الحرب في اليمن كلفتها غير الكلفة البشرية الهائلة، أيضا لها كلفة اقتصادية كبيرة وليس من مصلحة أي طرف استمرارية. لذلك دول الخليج عليها أن تكون الضامن لتحقيق هذا التحول ولإيجاد صيغة وتسوية معقولة وممكنة في اليمن. يا أستاذ علوي المشهور، هل تعتقد أن دول الخليج بمستوى العقلية السياسية التي ستراعي مصيبة حرب اليمن عليهم؟ بمعنى أتعتقد أن دول الخليج استوعبت ارتدادات حرب اليمن على الأمن القومي الخليجي، أم أن المصالح الذاتية هي الطاغية؟ أعتقد المحرك لدول الخليج قد يكون جزء منه إنساني، ولكن الذي سيحركها بشكل حقيقي هو حجم المخاطر الذي تعرضت له دول الخليج نتيجة هذه الحرب. أيضا الابتزاز الغربي الذي يمارس عليها بسبب دخولها في حرب اليمن، أيضا الاعتداءات التي حصلت على بعض المناطق في السعودية أو في الإمارات والتي قد تكون أثرت على الاستثمارات التي اعتادت هذه الدول على الحصول عليها، كل هذه العوامل وتضافرها سيدفع باتجاه تسوية من وجهة نظري. المهم أن لا تكون هذه التسوية قائمة على منطق الخروج فقط من الأزمة والخروج بأقل الخسائر، المهم أن تكون قائمة على إيجاد حل، لأن الوضع هش جدا، لا توجد حكومة فاعلة
يعني لا توجد حكومة فعليا تحكم كل هذه الأرض اليمنية، والبلد مهددة بالانقسام، مهددة بأن يحصل هناك انفصال، مهددة بعودة جماعات إرهابية، ستكون في ظل غياب الدولة ستكون بيئة حاضنة للإرهاب وللتطرف وللصراعات القبلية ولكثير من المآسي. طيب بالنتيجة لهذا الكلام كله أستاذ علوي، نتيجة لهذا الكلام كله ولكل هذه المخاوف، هل أن دول الخليج العربي مجتمعة مستوعبة لارتدادات حرب اليمن على أمنهم القومي، وبالتالي هم على استعداد لأن يتجاوزوا مخاطر الأمن القومي بخلق حل لحرب اليمن؟ أعتقد الآن من الممكن الوصول لذلك. للأسف الشديد في دول الخليج وفي كثير من دولنا العربية الشعوب ليست شركاء في صنع القرار. لو كان للشعوب كلمة على الأقل، أو لو كان للناس الحق في إبداء رأي يخالف دولها، على الأقل ستجد أن كثير من الخليجيين في اعتقادي يتمنون أن يكون اليمن في يوم من الأيام جزء من دول مجلس التعاون، بحيث يتم توفير فرص عمل لليمنيين، يتم الاستفادة من هذا المخزون البشري الهائل، الاستفادة من مقومات اليمن الزراعية، من موقع اليمن الاستراتيجي، من كل هذه المقومات الهائلة. ولكن في ظل أن الأمر فقط يتحكم به أفراد، فللأسف الشديد سيكون المحرك عندما يصيبهم الشرر من النار التي تحصل الآن. يا أستاذ علوي المشهور، ليس فقط سيكون المحرك عندما يصيبهم الشرر، قد أصابهم الشرر يا سيدي. كادت دول مجلس التعاون الخليجي أن تتفكك بسبب حرب اليمن، كاد النسيج الاجتماعي الخليجي بحد ذاته أن يتداعى. فالآن يعني تقريبا كما لو أن الصورة أكثر وضوحا، والعافية كما لو أنها عادت تدب في أوصال وعروق المجتمع والنظام الخليجي العام. ماذا بعد؟ أتمنى أن يكون الجميع واعٍ بخطورة المرحلة وبما وقع سابقاً. اليوم لتفادي ذلك، إذا كنا نريد التركيز، هل هم جاهزين الآن للإقدام على الحل، وما هو صيغة الحل؟ هل اليمنيين كذلك جاهزين لقبول مختلف الأطراف في كجزء من الحل، كجزء من العملية السياسية، وإلى أي درجة؟ أنا شخصياً أعتقد أن الأطراف كذلك في اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب ليسوا بالضرورة مقتنعين، يعني بدليل أن من لديه السلطات، من يحكم على أرض الواقع، يعني الحوثي في الشمال والقوى الانفصالية في الجنوب إلى حد كبير، هي الأمر الواقع. يعني اليوم المشروع الذي قد يكون، يعني لا أقول أن الإمارات تدعمه، ولكن على الأقل هي قد يتلاقى مع تصورها للحل، هو أقرب لأن يكون حاصل اليوم على أرض الواقع. بينما التصور الذي تتمناه السعودية أو تريده كيمن موحد مع إخراج الحوثي من المعادلة وإخراج الإصلاح من الطرف الآخر ومحاولة خلق كيان سياسي بدون القوى الفاعلة المتجذرة في المجتمع، لا أعتقد أنه واقعي أو ممكن الحصول. وما هو البديل؟ هل السعودية فقط تبحث عن مخرج؟ هذا أيضا سؤال مشروع. ما هو الدور الذي قد تلعبه دول مثل عمان والكويت كوسطاء بين مختلف الأطراف؟ أتمنى أن تتدخل بشكل إيجابي، عمان تسعى لذلك، تتمنى ذلك، لأن مضر بالنسبة لنا مدمي وشيء لا نتمنى أن يستمر ما يحصل في اليمن. لكن ما لا أعتقد أن الأطراف في اليمن جاهزة لأمر مثل ذلك. لا زال كل طرف يبحث عن مكاسب أوسع. بالنسبة للحوثي في الشمال، هو لديه فرصة للتوسع أكثر في ظل التراجع التحالف. من جهة أخرى الانفصالي في الجنوب، أيضا المجلس الانتقالي هو شكليا ضمن الحكومة الشرعية، لكن واقعيا هو يرفع علمه ويمارس صلاحياته وسلطته بمنطق آخر تماما، ليس بمنطق اليمن الموحد، نعم، بمنطق آخر، وهم لا يخفون ذلك أساسا بل يمارسونه علانية. يا أستاذ علوي، نعم أستاذ علوي المشهور، في الحقيقة الدور العماني يحتاج أن نضعه في المجهر وأن نتفحصه جيدا، وأهل مكة أدرى بشعابها كما يقال. أيمكن أن نفهم على أي أساس تبني عمان حساباتها في قراءتها لحرب اليمن؟ فهي جزء من جسم المجتمع والنظام الخليجي العام، وهي على علاقة وطيدة بإيران، وهي لصيقة حدودية باليمن، فعلى أي أساس تبني عمان مواقفها اليوم
في اليمن. عمان قبل أن تكون جزء من منظومة مجلس التعاون علاقتها كانت أقدم باليمن، وامتداد الجذور الشعبية للمجتمع العماني أغلبها هي هجرات من اليمن، قد تتفاوت في قدمها أو مدى كونها حديثة أو قديمة، ولكنها امتداد واحد يعني، ولا تنظر لليمن على أنه الآخر، بل على أنه شيء واحد حالها من حال عمان. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، عمان تختلف معهم في كثير من المواقف، أبسطها وأولها حرب اليمن ذاتها. بالنسبة للطرف الإيراني كذلك، وجود قناة تواصل بين عمان وإيران وعلاقات بين الطرفين قد يدفع أن تكون لعمان القدرة أن تضغط على الطرف الإيراني، وفي المقابل تحاول إقناع الخليجيين خصوصا السعودية والإمارات لنموذج أو تصور للحل. يعني وجود العلاقة مع الطرفين، العلاقات العمانية السعودية والإماراتية جيدة، وكذلك العلاقات مع إيران، وهي دول جميعها بحكم الأمر الواقع دول فاعلة في الشأن اليمني ومؤثرة ولها أطراف تدعم، وهذا أمر واضح. إذن هل يمكن لعمان بحكم علاقاتها مع مختلف هذه الأطراف أن تلعب دور في هذا السياق؟ أتمنى أن يكون لها دور بناء في هذا الجانب، لكن هل هذه الأطراف جاهزة مستعدة لتقديم تنازلات في هذا الجانب؟ أنا أشعر أن التحالف يريد أن يقدم تنازلات، واضح. هل الحوثي مستعد لتقديم تنازلات أم أنه في موقع قوة؟ الوضع هل قد ينفجر إنسانيا واقتصاديا في الشمال؟ يا أستاذ علوي، من التنازلات؟ أنت أوصلتني إلى جوهر السؤال يا سيدي، لكنك لم تأتي على الإجابة. طالما وأن عمان جزء أصيل في المنظومة الخليجية وعلى علاقة وطيدة بإيران ولصيق حدودي باليمن، ألا يمكن أن يكون هذا رأس مال ضخم لعمان للعب دور أكثر من وسيط في المشكلة اليمنية، وإنما لخلق حل تفرضه المصلحة على الجميع في اليمن؟ نعم، أتفق معك. يعني المقاومات التي تمتلكها عمان كقناة تواصل بين مختلف الأطراف وكلصيق جغرافي لليمن ولكذلك أطراف النزاع الأخرى الموجودة مثلا السعودية والإمارات وحتى إيران دولة مجاورة، يحتم عليها أن تلعب هذا الدور. ليس مسألة اختيارية أحيانا، ولكن هل هذه الأطراف نفسها جاهزة؟ هل الحوثي نفسه جاهز لتقديم هذه التنازلات؟ هل المجلس الرئاسي الآن يملك شيء على الأرض ليفاوض عليه مثلا؟ يعني في النهاية السياسة يعني المفاوضات تقوم على ما تملك، أنت تكسب شيء وتتنازل عن شيء. هل هو يملك شيء ليتنازل عنه أساسا اليوم المجلس الرئاسي؟ يعني المجلس الرئاسي في واقع هش، السلطة التشريعية السلطة الشرعية يعني اليوم هشة للغاية، لا تملك مقومات على الأرض، غير مستقلة في قرارها في كثير من الحالات، ومتأثرة بأشياء كثيرة. أيضا هل الملف في اليمن اليوم لو تلاحظ معي هل لا زال أولوية بالنسبة لبعض الدول الفاعلة في المنطقة؟ أنا أخشى أن ينسى الملف اليمني بين قضايا هذه الدول وصراعاتها الأخرى واهتماماتها، أن لا يكون من بين الأولويات. طيب، لذلك أعتقد أن الأطراف المنخرطة في النزاع اليمنيين أنفسهم عليهم أن يدركوا أنهم في وضع خطر للغاية، وأن الأمر قد يستمر أكثر. يا أستاذ علوي، قد يكون الحل لأن في كثير من الحالات المشابهة للسيناريو الحاصل الآن في اليمن، في كثير من الحالات كان الأمر ينتهي بالانفصال للأسف الشديد. طيب أستاذ علوي، في الحقيقة ما تقوله أنت يصب فقط في اتجاه واحد، وهو المصلحة اليمنية البحتة، إن استطاعوا أن يصلوا أو إن لم يستطيعوا الوصول. لكن حرب اليمن ليست حرب تخص اليمنيين وحدهم. أنا أحدثك يا سيدي عن الأمن القومي لعمان والأمن القومي الخليجي نتيجة ارتدادات حرب اليمن. ماذا لو أصر الحوثي على بقاء ما هو عليه ورفض الهدنة والوصول للسلام ورفض الانتقال أيضا، وكان وضع الشرعية هش واستمرت الحرب؟ ما الذي يجعلكم تطمئنون وأنتم في عمان لصيقين يعني التصاق حدودي باليمن؟ ألا يستدعي الأمر من سلطنة عمان موقف يتجاوز موافقة اليمنيين أو رضاهم، وإنما عن خلق مصالح إقليمية ودولية تفرض على الجميع الحل لإنهاء الحرب؟ أعتقد ما تملكه عمان أو تستطيع أن تؤثر به على القوى في اليمن أقل بكثير من دول أخرى مثل السعودية والإمارات وإيران. عمان يمكنها أن تكون وسيط بينهم، هي تملك
ما يسمى بالسوشيال كابيتال، الرأس مال الاجتماعي الموثوقية من قبل كل هذه الأطراف. الدور الذي تحاول عمان أن تؤمن به نفسها على الأقل هو أن تحافظ على منطقة المهرة كبفر زون، بفر زون بمعنى دولة، منطقة فاصلة آمنة بين عمان والمناطق التي بها النزاع. وغالبا المهرة والمناطق في الجنوب أكثر استقرارا حاليا من المناطق المتنازع عليها بين مناطق التي يسيطر عليها الحوثي وكذلك الشرعية أو الانفصالي أو المجلس الانتقالي في الجنوب. لذلك هي ليست بشكل مباشر في المنطقة التي بها الصراع، هي لا تشعر بالتهديد المباشر من جهة، ومن جهة أخرى تحاول أن لا تتدخل في الشأن اليمني في الحرب ذاتها. ويعني الذي أعتقد يمتلك التأثير، أعتقد أن الملف اليمني ممكن أن يحل في حالة أن السعودية وإيران على سبيل المثال دخلت في صفقة أكبر على مستوى المنطقة. للأسف الشديد هذا حاصل، إذا دخلت في شيء من هذا القبيل قد يشمل سوريا، قد يشمل اليمن، قد يشمل الملف النووي الإيراني على سبيل المثال، قد يكون شيء من هذا القبيل، وكل واحد لديه أوراقه في المنطقة ويحاول أن يساوم ويفاوض بها. هكذا للأسف تحصل السياسة. هل هذا مرضي؟ هل هذا عادل؟ هل هذا منصف؟ طيب، أستطيع تفهم هذه الخيارات وهذه السيناريوهات في السياسة. سؤالي الآن عن سلطنة عمان، وهي يعني تقرأ حرب اليمن بعد 8 سنوات، وإن كان لديها مخاوف قادمة على أمنها القومي إن استمرت هذه الحرب. ما في 8 سنوات تقصد؟ ما سمعت النهاية. في حال ظلت حرب اليمن بعد أكثر من 8 سنوات ولم يصل أحد إلى حل، ولم تكن يعني حرب اليمن ملف ذا اهتمام عالي المستوى إقليميا ودوليا، هل ستتفرج عمان وهي على امتداد جغرافي لصيق باليمن؟ لأن أول الارتدادات ستأتي إلى أمنها القومي. ما الذي يمكن فعله؟ هل بالإمكان، هل سيكون مجدي على سبيل المثال الانخراط مثلا في الحرب والوقوف مع صف ضد آخر؟ أعتقد لن يكون مجدي، بالعكس. يعني اليوم الأزمة بحاجة إلى انسحاب أكبر قدر ممكن من المنخرطين في الأزمة وترك الأمر ليكون بين اليمنيين، ولكن حتى بين اليمنيين هنالك من يملك السلاح ويملك القوة، وهنالك من هو في موقف ضعف. لا أعلم ما الذي يمكن فعله بالنسبة لعمان كدولة غير منخرطة بشكل مباشر في الحرب. الفاعلين الرئيسيين خصوصا السعودية والإمارات وإيران وكذلك الحوثي بإمكانهم أن يصلوا لحل. هؤلاء هم المنخرطين في الأزمة بشكل مباشر، هؤلاء من يملكون السلاح على الأرض ويمتلكون القوة في الميدان وقادرين على التحشيد. أما بالنسبة طيب. لعمان يعني كان أستاذ علوي، القرار أن لا تنخرط، ولا أعتقد أن حتى لو استمرت الحرب ستنخرط عمان بأي شكل كان. قد تحاول فقط الحفاظ على الجانب الإنساني خصوصا في المهرة، والحفاظ على تقديم بعض الخدمات الصحية أو تقديم بعض الدعم في بعض هذه المناطق حتى من جانب الإنساني، وأيضا حتى لا تصل الضغوطات لعمان نفسها، يعني حتى لا تصل الأزمة بشكل أكبر. ولكن أعتقد مجتمع دولي لن يسمح باستمرار الحرب أكثر. ولو تلاحظ الصراع من ناحية المعارك خفت في آخر 2-3 سنوات مقارنة بالفترة التي كانت في الذروة، وهو في سبيل الانحلال الآن، ولكنه بطيء جدا. والدول المنخرطة في الأزمة لا أعلم إلى أي درجة هي جادة في البحث عن حل، وأيضا تخشى من استغلال الحوثي لهذه الرغبة في البحث عن حل بأن يتجه نحو مزيد من المكاسب على الأرض. يا أستاذ علوي، المشهور في الحقيقة المشهد اليمني الآن في طور من الأطوار، لا 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 يعني لا يهدد فقط الأرض اليمنية والجغرافيا اليمنية، والدور العماني كان في البداية حكيما لأبعد الحدود في زمن الراحل السلطان قابوس رحمة الله عليه، ويأخذ مستوى عالي من الحكمة جدا في زمن السلطان هيثم. السؤال، إن كانت هناك يعني رؤية لعمان للحرب إن ظلت وطال أمدها، وإن كان لعمان رؤية لوضع حد لهذه الحرب؟ أعتقد أن عمان أقرب إلى التصور السعودي في مسألة الحرب. بالنسبة لعمان الحفاظ على الوحدة اليمنية أمر أساسي، ليس من مصلحة عمان أن تنقسم اليمن، لأن حتى مثلا في الدول الأخرى والمناطق الأخرى عندما
تبدأ دولة معينة بالتفكك، الدول أخرى أيضا تكون معرضة لسيناريوهات مشابهة. وكما تعلم المنطقة لدينا مستهدفة كذلك، مشاريع تفكيك الدول وتقسيمها قائمة يعني للأسف شديد. لذلك مثلا حتى لو تشوف الاتحاد الأوروبي مثلا، كانوا رافضين مسألة انفصال كتالونيا عن إسبانيا، ليس من مصلحتهم أن يفتحوا الباب لهذا الأمر، فتبدأ كل إقليم وكل منطقة تبحث عن مشروع انفصال، وتصبح هذه الدول مجزأة ومنقسمة على نفسها. لذلك بالنسبة لعمان، الحفاظ على وحدة اليمن أمر أساسي، قد يكون من خلال نظام فيدرالي، قد يكون من خلال نظام يعني يسمح بتعدد التجارب. مثلا اليوم في كثير من دول العالم تعطي حكم ذاتي مع مساحة واسعة من الحقوق والصلاحيات الداخلية، ولكن في النهاية هنالك حكومة فيدرالية، هنالك جيش موحد، وزارة داخلية واحدة، وزارة خارجية واحدة، ودولة ذات سيادة. هذا ما تتمناه عمان في اعتقادي، أن يكون هنالك حل سلمي، وأن يكون هنالك نوع من التوافق، وايضا الا يتم اقصاء اي طرف من العمليه السياسيه. يعني عندما تم اقصاء بعض الاطراف، اعطيك مثال، يعني عندما تم اقصاء اطراف قد يكون الحوثي، او قد يكون الجنوب، بعض الفصائل في الجنوب، او قد يكون حتى الاصلاح، عندما تقصي اي طرف من هذه القوى الفاعله، من الطبيعي انهم سيعودون، وقد يعودون بالسلاح، قد يعودون بحروب اهليه وحروب طائفيه ومناطقيه. وليس من مصلحة اليمن أن تدخل في مستنقع لا تعرف كيف تخرج منه. طيب. فالحل هو في احتواء كل القوى الفاعلة، بحيث كلها تصبح جزء من النظام، ضمن نظام فيدرالي. قد يكون هذا أفضل ما يمكن الوصول إليه من وجهة نظري، هذا أكثر حل واقعي، أن يخرج اليمن بحل لنظام فيدرالي يسمح بتجارب متعددة تحتوي التنوع المناطقي والقبلي والمذهبي الموجود في اليمن. أستاذ علوي المشهور، أتعتقد أن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لديها نفس طويل آمن تتفرج فيه على حرب اليمن، وتعتقد مثلا أن بقاء حرب اليمن مشكلة في الجوار لا تعنيها، أم أنها يعني قد آن الأوان لتدرك أن حرب اليمن ربما تأتي عليها مستقبلا؟ أخشى ما أخشاه أن تتجه بعض دول الخليج للانسحاب من الحرب الآن، وتترك الأمر كما هو. هذا سيكون كارثي بالنسبة لي. أعتقد أن الحل الحقيقي هو أن تحاول الوصول لصيغة للحل قبل الخروج، بحيث تكون هنالك على الأقل دولة موحدة، دولة قد تكون فيدرالية، دولة مستقرة، وأيضا أن لا يكون هذا الأمر لوحده هكذا، أن يكون مع دمج اليمن في منظومة دول مجلس التعاون، من خلال توفير فرص عمل، من خلال دمج اليمن في المنظومة التعليمية والصحية والرياضية والثقافية في دول المجلس، والاستفادة من اليمن كذلك، وتأمين المنطقة المهمة والاستراتيجية على مضيق باب المندب. يعني تجارة دول الخليج وأموالهم ونفطهم كله معرض للضرر نتيجة الحرب الحاصلة الآن على مضيق باب المندب. هذا أمر خطير جدا حتى من ناحية الجيوسياسية. لذلك أعتقد إذا أرادت فعلا دول الخليج الحل، عليها أن لا تنسحب مباشرة من المشهد، وأن تقدم هذه التنازلات بشكل مشروط، بحيث أيضا يكون هنالك تنازلات من الطرف الآخر مع وجود صيغة للحل تحتوي جميع الأطراف. الآن مثلا الحاصل أن مثلا أنت تعتبر بعض القوى قوى إرهابية، حسب القانون الدولي إذا كانت هذه القوى إرهابية لا يمكنك حتى أن تتعامل معها، يعني لا يمكنك أن تتعامل معها كطرف طبيعي أو جزء من المجتمع. اليوم هي لو لم تكن جزءا من المجتمع، أو لو يعني هي ليست كائنات فضائية نزلت من السماء، هي في النهاية جزء ومكون اجتماعي اتفقنا واختلفنا معه، هو موجود على الأرض. لا يمكن أن يكون هنالك حل بتجاوز. يعني اليوم بعض القوى في الخليج هي غير مستعدة مثلا لأن تتقبل الحوثي بأن يكون جزء من المعادلة السياسية مستقبلا في الشمال أو في اليمن عموما، وغير مستعدة أن تتقبل وجود الإخوان المسلمين، حركة جماعة الإصلاح، بأن تكون جزء من المعادلة السياسية. إذن وغير مستعدين، والبعض الآخر قد يكون غير مستعد لأن يرى القوى الجنوبية كجزء من المعادلة. إذن بماذا تريدون أن تبنوا اليمن في المستقبل؟ بأي قوى؟ هذه هي القوى الموجودة على الأرض. أنت لا تتعامل بضرورة مع من تحب، أنت تتعامل مع من هو موجود على الأرض، وهكذا تحل النزاعات في الغالب. لا يمكنك أن تحل أي نزاع بناء على أنك تأتي بأطراف غير موجودة فيها أساسا. طيب. تحله بجمع الأطراف المتنازعة وإدخالها في المشروع. أستاذ علوي، لو سألتك يعني لخصت لك أسئلة الحلقة كلها في سؤال واحد، ما هي مصلحة دول الخليج العربي إن ظلت حرب اليمن أو إن انتهت حرب اليمن؟
بماذا ستستفيد إن انتهت حرب اليمن؟ ما المصلحة الخليجية إن طالت حرب اليمن أو إن توقفت حرب اليمن؟ أعتقد أنه لا مصلحة لدول الخليج في استدامة حرب اليمن. بالعكس، دول الخليج اليوم تدفع ثمن باهظ نتيجة هذه الحرب. السعودية تتكلف المليارات بسبب هذه الحرب. صندوق الجهاز الاستثمار السعودي يعاني ويعني يتكلف المليارات بسبب هذا الأمر. هدرت أموال هائلة. الإمارات كذلك. أيضا هذه الدول تعرضت للابتزاز من أمريكا ومن القوى الغربية نتيجة هذه الحرب في اليمن. اليوم حتى معظم المرشحين للرئاسة في أمريكا يبتزون دول الخليج علانية بسبب انخراطهم في هذه الحرب. فهي ليس من مصلحتها أن تستمر أبدا، ما في أي طرف، يعني لا بنوايا جيدة ولا سيئة. هو ليس من مصلحته أساسا أن تستمر، وكان هذا خطأ استراتيجي في اعتقادي وقعت فيه بعض دول المنطقة، ومن مصلحتها الآن إنهاء الحرب. السؤال هو كيف يتم إنهاء هذه الحرب، وليس ولا توجد أي مصلحة. إذا الشق الآخر من سؤالك فيما يتعلق بما هي المصالح والفوائد التي ستتحقق لدول الخليج من إنهاء حرب اليمن، دول الخليج أولا ستستطيع أن تؤمن طريق النفط والغاز المتجه إلى أوروبا، من جهة أخرى التجارة، الاستيراد والتصدير، أيضا حتى في مسألة التأمينات. اليوم أنت عندما تتاجر في العالم تؤمن على هذه السفن، فإذا كانت المنطقة المحيطة بك آمنة غالبا التأمينات تكون أقل. من جهة أخرى أيضا الشعب اليمني في النهاية يعني كشريك اقتصادي وكشريك ثقافي وكمنطقة آمنة، وجوده في المنظومة مهم جدا. إذا استطاع دول الخليج أن تؤمن اليمن وأن تحافظ على استقراره بهذه الطريقة، المنطقة كلها ستكون جاذبة. أيضا ستتخلص من الابتزاز الغربي الذي يتم ممارسته عليك. لكن إذا بقت اليمن هكذا ستكون وكأنها قنبلة موقوتة، والمنطقة كلها مهددة بانفجارها. ليس من مصلحتنا أن تبقى وأن تستمر الحرب في اليمن، ولا أعتقد أن دول الخليج تريد ذلك. يعني حتى السعودية حتى نعم. الإمارات ليس من مصلحتهم. يعني أستاذ علوي المشهور، نعم أستاذ علوي، سؤال أخير ومركزي في الحقيقة في هذه الحلقة، ما المتوقع من دور عمان من الآن فصاعدا بعد 8 سنوات من الحرب؟ دور العماني أعتقد أن سلطان هيثم حفظه الله يحاول أن يستمر على نفس السياسة التي خطها سلطان قابوس في العلاقات الخارجية وفي الملف اليمني بالتحديد. هذه السياسة كانت تقوم على عدم التدخل وفي نفس الوقت البقاء كوسيط لحل النزاع، فتح قنوات تواصل مع مختلف الأطراف، محاولة الوصول لحلول ممكنة، محاولة الضغط على مختلف أطراف النزاع للوصول لحل، محاولة الاستفادة حتى من الضغوطات الخارجية لإيجاد حل لهذا النزاع. هذا ما تستطيع عمان فعله، لكن هل هي قادرة على حله؟ هي لا تملك ذلك للأسف الشديد، ولن يتحقق للأسف بسهولة. قد تكون مخاض عسير واحتمالاته كثيرة. يعني قد يكون أبرز الاحتمالات الممكنة إما الانفصال أو دولة فيدرالية مع بقاء كل أطراف النزاع موجودين. الخوف أن لا يكون في النهاية للسلطة للدولة حق احتكار السلاح، وللأسف اليمن أساسا حتى قبل هذه الحرب لم يكن للسلطة حق احتكار السلاح أو كممارسة على أرض الواقع. للأسف الشديد يعني هي أزمات متراكمة خلفتها الدهور والأزمان، واليوم نحن نراها تنفجر أمامنا للأسف الشديد. ورغم أن تداركها كان ممكن لفترة طويلة أمام دول الخليج، لكنها أخفقت ولم تستطع فعل ذلك. أستاذ علوي المشهور الباحث في نعم السلام والاستقرار بإذن الله. أستاذ علوي المشهور الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنا أحييك وأحيي سعة صدرك على الأسئلة. المحبة والاحترام لك ولسلطنة عمان وشعب عمان. دمتم بخير وأمان وسلام، ونبقى على تواصل دائم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم وممتن لكم على هذه التعويض. أحييك وأشكرك. مشاهدي الكرام، ألتقي وإياكم في الحلقة القادمة من البوصلة، حفظ الله اليمن. لكم محبتي أنا عارف الصرمي، إلى اللقاء.